وهذا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. مركا هذا الكاس هذا السهل الموه وهذا الوين هذا الكاس وعنت الوجوه للحي القيوم وجودي وخشوع الالهي حي القيوم وغضها من حمل الظلم ظلمي مركا كاس هوبي لا كن عليه هذا الكاس هذا السهل الموه وهذا الوين هذا الوين ظلمي وحالي يرادا حق الشرعي ووضع الشيء على غير محله شيء أو لدجيه سجود بوحاله يرى هذا شيء أو لدجيه ملا المحل كيسا هين وحق الله اللي يرى هذا وحقي الله قال لحظة بعد ذلك الله لحظة وحق الله ظلم لي الجور عدالة دي الله قد تقول الجور الله السمعيان الظلم والي وحا صورنا ظلم بين غنى الساوي ظلم مركا أنواع بولي يهيو مدى أقوه وين أقوه دارا وحاوي أقوه رئيسه ظلم الناس dadka oo dulmi ku sameeyo rabbigood iyo khaaliqood cibaadadoodii iyo xaalii takliid u saaray dulmi ku sameeyo taasa ugu weyn weeye midka ugu sii weyn waa gaalnimada inna shirka la dulmun aziim nabi luqmaan markuu wiilkiisa la dariyay abunay ilaa tushriku billaah inna shirka la dulmun aziim ilaahay u shiriyo shirku waa dulmi weyn oo aziim ah waxa dulmi ay waajibaadkii iyo takaaliifti ilaahay uu ku saaray salaad iyo soonki iyo zakadi iyo xilki iyo takaaliifti uu ku saaray oo ilaahay kugu adoonsood ku gabal fasho waa dulmi weyn oo naftaada dulmisay weey adigoon baa naftaada dulminay ilaahay waxba ma dhibaysid taasa waa dulmi oo ka dhacay naaski dadkii iyo rabbigood dhaxdooda ay dulmi sameeyeen oo cibaadada iyo takaaliifti ay saaray ilaahay ay ku gabal faleen weey ظلمنا وحاله روا ظلمي أدونك نفتي سو ظلمي نفتي سو دلي وحن بولا تقتلوا أنفسكم بلا إلهي هاي وظلمي نفت هذا إلى حمنا هذا يشرك هذا يا نفت هذا وحد أمانة كويين ماشي إلى كوي تلقى لي مال أنا هنا أضمريسه حرام بكاتا نفت هذا مرك إن أديشو إن أدك حد جدبته وح إن أض وح إلى كوي تلقى إن أضمريسه وحرام ونفت هذا الله ظلمي ظلمي صدحان وحوي وظلمي أو بين الخلائق ضدك الحظ يسلميان معيّل ضدك مال كوضة كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه بالي روحك استوى مسلمة روحك كلام مسلم حرام بكيه مال ديجي سا حرام كا إنه ديجي صدى دي حلال وما هو مال كيسا حرام كا عرض ديجي سي نسب كيس إنه حكش شغل درا حرام كا والظلم كان بين الناس ضدك الحظ أوي مركز ظلمي يقول صدح لاس أقيبيا مركز وانا باب آد أبهان أدير أو وحب معناها آد أبهد وين وحير أن تانك السوق قال أنه ظلمي قادي نفت هذا معناها أدحي وحير أن تفصيل أقول نغنه ظلمي إلهي معناها خلقي إلهي دومي سوله حيو رب ضدك ربك ظلميين أو نفت هذا ظلميين أو وحي التكاليف إلهي ساري ay gudan waayeen oo gaalnimada ugu horeeyso horta ilaahay waa inaad waxido inuu kaliye waa inaad ictiqaadiso koonkan asaga inuu ahaysiyay wixii ka soo haray adoomo ilaahay u baahan oo awoodiisa ay ku fuleyso inay tawana ictiqaadiso ilaahay waa qani wixii ka soo haray uu ka maarmay cidna waxba uma baahno wixii allah asaga ka soo harayna waa adoomiisa muxtaajiin oo ilaahay u baahan awoodiisa ilaahay ku fuleyso weeyo suu rabo ugu tasarrufaya wax wax la wadaago iyo wax macnaha wuxuu meelo wax celin karo wuxuu manciye wax meel marin kara ma jiro wuxuu rabana asaga meel mari cid hor jaa karta ma jiro wuxuu diidana cid bixin karta ma jiro maamulka iyo koonka asaga iska leh waa inaad saas u ictiqaadisa rabbiga inuu yahay cibaadada iyo camalka midkan u sameeyno salaada u tukaneyno soonka u sameeyno zakada u bixino takaaliifta asagaan ula qasaydna weey acmaashaada waa inaad ilaahay oo asa waxdaaniyadiisa iyo jiritaankiisa aad ictiqaadiso kamaal oo dhan inuu ku sifooyey نقصان دن او كوفن يه ميل او كسو بلوده ميل او كود ما اوسن لهين اصل يه فرع اون لهين ددكي وح او خلا ددكي خلقي سودن او خلافسن يه ساس وانا اعتقايس غني او يهايو عما سوا او كم مارمو وح الله وحي كسو هرين اصل يه او باهيين سا وانا اعتقايس وح النذير يوح مثل وا ما تشرتو يه كمال او دن بكو سفو نقصان دن بكوفن يه هاي وانا ادغدو تخلكي يا تكاليف الهي او كساري صلاه اندان تكون دكو نفتا ظلمي ظلمي واد سميسه وي زكدي وانا اد بخصو سونك وحجكي
واجبات هي تكاليف تحلك إلى كسر وين تقول توي عند قدام وإذا نفط هذه أظلم سي وأظلم هذه إلى يكون رحية أو نفط هذه أظلم سي وظلم جا هذه كم بس ظلم هي حلك هي تكاليف إلى عند قدام وإذا كاسو حاوي وظلم جا قدر حية ضدك يا رب قاد عند حلك الله سار قدام وعيا وحكة صحصل حيوي ظلمنا ونفط هذا ونفط هذا أمانة كوس صحي نفتي نهدلين على يرقف كي نفتي سدلو ما لنت قيام الشيء قصاق عن تكوي سنارج إيش لدعى نفتي سكود لعيا بالي مركز صادر نفط هذا أمانة كوتا حمنا الجوارح نفط هذا وحي إله كوب بن يميوج مالك له وما استعمال كرتدوه وحد صادر تكده عن كرت أو استعمال كرت ما أوي ظلم جنا وحوي وظلم بين الناس نبي وحليه صلى الله عليه وسلم لا تظالموا وعليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ورئيس حسدنا ولا تناجسوا ورئيس فلسنا ولا تباغضوا ورئيس عروننا ولا تدابروا ورئيس دبر جودنا كونوا عباد الله إخوانا ولا لها إله معناه أضمها إلهي ولا لها النقضة المسلم أخو المسلم مسلمك مسلمك كلال ولا الكيوي لا يذلمه مظلمي ولا يحقره ولا يخذله مهجي ولا يحقره محقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى صدح شربوي يشير الى صدر القلب لا يبتس اساره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ساس الله اشار النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم قف شر وحاب كدق بلايه وحا اوغفلان ولالك مسلم انه حقره تاسع بلايه اوغفلان كل المسلم على المسلم حرام قف كسته مسلم مسلم كالحرام بكيه دمه وماله وعرضه قف كسته مسلم قف كلام مسلم انه كحد قدبه حرام بكته دمه وماله وعرضه مالك سنه حرام نفدي سنه ضاد حرام بكته وماله مالك سنه حرام بكته وعرضه نسب كيسية إنه جراحية وحكش شرفتيس وحكش حرام بكتاي دردارا كاسونا من وسم صلى الله وهذا الوين أو مال والبكاء طابن هاي هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلمين كأكو جمعية وحل لقيت المتشر وحال الله تحاسد ورئيس حسدنا حسد محال يري هذا بفك ولا كان نعمدا نعمدا إله وسنا ذو قور وذو ترى ماشى ومكبح وهذا وأرن فن أو فالحنا حسدك وحال أعماش وبابنا هي سي دبكو النار تقريها أبا بيسوي حسد وحوري ننكل يرادو وكي نبي آدم ولا الكي وحستي أو قبضي وأصق الله لما تانا هذا إنه جورس دوك حستي ما يكون رأب تادى عواقب حمو ولا الكي إنه دلي ليك الصو حق دار الله ضاديانا ودم بكويش عواقب تاسيد حلسي مرك حسد وحفي عن ما أعماش الله برمبو بربرنا هي وحد نفط هذا الله شعشاي ووناغا ولالكنا وين الله تعالى ادو وحات جعشاي اناد جنه هشو فرد له الهي اناد هشو استقامه اناد هشو وعافمات اناد هشو اولاد اناد هشو بركيسن مال اناد هشو وخي ادو ولالك الله جعشاي ولالك الله جعلو ان يحو حوي ايمانك كميده قفك ولالك وان الله جعلا نفتيس و خو لا جعليا علامويك ايمانك كميده ول marka hadad hasad samayso oo walaalka nicmada Ilaahay si aad ku xasado tirayaa ka suuliyo iyaa waxeeyo acmaashaadu waa burburaysa waa khatar waxa weeye khatar baad ku sugantahay weey marka waa khisla xun oo damiima uu nabiga naga nahay sallallahu alayhi wa sallam la tahasadu wala tanajasu asful lisna fuluskuna waase suuqa tagtay xoolaad soo gadanaysa markaas aad neef la gadanay la gurguriyo wax ku daray wax ku daray waxaad anaa ku daray anaa ku daray aad gadeetina qasadkaada mo waxaad rabtaa walaalka inaad beec ku fogaysood ku dhibt waa dhib islaan haday dhib islaan lama ogolo la tahasadu bali wala tanajasu rasul lisna wala tabaqadu haysu aronina arad wayba ka ratin bali xasad andu imaad fulus imaad arawa ka dhalanaysa way riwaayada qaar kood wala tadaabur haysu dubar joodinina markii isu arooda maxaa ka dhalanayo waa la isu dubar joon waa la isnaci way wala tabaqadu aradu waxa la yiri asbaabeed aan diin leel waa wax jeebil iyo iska celin karo aroon macna waxa way wax arada keenay horta iska ilaali oo arada waxa keenay maxaa kamid xasadka ba kamid tid macna waxa kamid fuliska kamid walaalka islaam wax dhib aad u geysat waxa la arada keenay way waxa arada keenay horta macna ha sameynina wala tabaqadu waraysu aroonina
ولا معناه ولا تدبرها سد ويبكر على ما مركل السعر هذا إن لك الجوستو نكلا نكلا عرس لك الجو يا بكر على ناس وكره تميسه ولا تدبروا أسود برجوين كونوا عباد الله إخوانا ولا لا معناه الضمها إلهي ولا لا النقض ولا لمدة محيك هنيسة هذا ولا لك ولا كلنا شيء هو إذا أبا دلين إن أتشعلاته إن أدو دمرسه ونجس إن أتشعلاته دبكس إن أتكحنوسته ساس كهنيسة ولا لمدة وحي كهنيسة مدة نصب كمدة دين تأكسر رئيسة كلهم كونوا عباد الله إخوانا الضمها إلهي ولا لا النقض ولا لمدة وحي كهنيسة كلهم هذا ولا لمدة وحي كهن إن الله يسلم منن إن الله يسحقر إن الله يسحسد إن الله يسعرون دواد إن الله يسجود هذا اللي أنصار مرنا بيجمعنا سكونوا عباد الله إخوانا مركا ولا لا معنا الضمة إلهي ولا لا نقول المسلم أخو المسلم مرك روح مسلم مرك اللي يروح عليه ولا لا اللي إيش يجا إسلامي وده تنا بكون مدة النصب كا هدي مر بعد ذيك إسلامي ولا واحد بكلا قدام واعتبار ماله دقال كي بعض الأركان أسكاري ما تاني هو قال المسلم إسديشان لكن مدة إسلامك هو أخذ أقوس الرئيس مرة ما عندك الجوان كونوا عباد الله إخوانا الضمة إلهي ولا على النقض المسلم وأخو المسلم مسلم مسلم كلا ولا الكيوي قفك مسلم كقف كلا ولا الكيوي عرب الله هذا إسقلاف مذهب كذا هذا إسقلاف وحاصون اعتبار ملا مرة كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تاسا وراسي وي إله مو إله كلمة جر النبي محمد نوى رسول في إله يعطيه يعني إسلق رعايا تاسا ولا عليه سي من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم روح مسلم أو يقف أنت على جهلي أو إلهي حرمتي سيد ميس كجرا إن الله بنبح إن وحلا جارسي مال كيسة وحرم ربنا مركز ساس درت بحول يكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم مسلم كمسلم كلا ولا الكيوي لا يظلمه ما الظلمي وحد ظلم آخر معنا محايل الإسلام نبدأ ولا نبدأ بديدس لا يظلمه نفتي سي مالك سي عرضك سي منكم أحد قد ظلم خواسي ولا يأخذ له مهوتي واسي مال قرقارك سي أبا قرقارك سي كما تقول ولا لك مسلم برعتك وحين سا ولا لك مسلم حقدر الله وحين ولا لك مسلم قالك سيدوش ولا لك مسلم نبلغ سنة دفاع يسود كتكتو يا بهوتشنا ولك مسلم او حالي انصر اخاك ظالما او مظلوما ولك اوغرغر عنده ظالم يا عنده مظلوم يا نبي الله وسين اوغرغرنا يا عنده مظلوم يا غرنا عنده ظالم يا سين اوغرغرنا ظلمك ولا قبت وي مركا عنده ظالم يا هينا ظلمك كقبا عندي مظلوم يا هينا وحي ظلمنا كورسا لا يخذله مهجيو ولا يحقره ما حقره ماشي او در ولا يحقره ما حقر قفك مسلم كا ولالك إن الليد هوس الليد وجريمة مد أقوين وجريمة مد أقوين مركز النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها صدق جرب كعري بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه روح مسلم كوحا شر يبلاي كدغ ولا لك إنه مسلم حقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه قفك مسلم كبلاي وحا كدغ ولا لك مسلم حقره ولا لك مسلم الليد هو سو هيك قف والبوا إنه كافل البدنية السؤال متى كامل وحاتر ويقفل البدنية أنا أعلم بعبادة سمتري دين الإسلام كوكو جبوبي ويقصر رأي متى كاير وحاتر ويقفي عيني هاي وعو يدنبي وأنت أصو سنة دنباب هاي أصو هاد هور لي دنبي بدن عنو قلب سنة بأصو قلب صاي هاد هور لي هاي وحب بدن عنو هليين بو هلي ويقفي عيني نبي وكيل صلى الله عليه وسلم قفك مدك نجا وين عن إكرامين وعريدي سكو إكرامين ودأي سام ورينين أو كرامينين مدك يرنا أن أون حريص فليس منا نجا مد ما قفك كاوين ولا الكاوي دين الإسلام كاوي وكو عرب كرامي وينين احتقار بكام مدنيا وحاوي ضدك إلهي وينين تسو حكم إذا كتاب كلا مدك عم بارسن قرآن عم بارسن مدك دي شيبا أو إسلام كوك جبوي وين ومن إجلاله كم تمحي للدين إلهي در إلهي درتي ودو وينين سا marka min ijilaalay bay kamid tahay weey marka saad darteed inaad isuuti qaas qof kasto muslim ka khayr badan ka fiican yahay adu ugu liidanta yaa la raba qof muslim hadaa liido hoos u eegto waxa weey waxa khatar baad ku sugan tahay waxa taadin bisa una saaxay waxa la arkaa waxaanu ka toobadkeen iska waficna aakhirka waficna waliga qof muslim haqire hadaa liido nimba arkay baa leeyay mid oo xasaban kaas wuxuu wallahi
إنه نهبل إلى قدام الدافع وأسو إلى وحيري متك يقدر الله رعي عنيقة وأضم كنا أن حريسنا هو حنا وأسوى أن حريس قدامنا عدنا عمل كذوا بوري حديث حديث قصة أساسها مركب ولي قف مسلم ولي هذا الدم بابه أحقير إنه الليذن خير كأشقة كهنوني يا هدي الله من راعه ولا لو الله أن الصحيح حتى مركب أشقة سيعن في عدك أشقة مرض أصله كجدا ولا لو خير الله كسيه مرض كرو يرقاد ها صلاة أصله علينا أصورك ساسيال أذيك يعن في الشرع والله ما أقول نكيم زايد كوك هذه نو حير ولي جينين معلمة وكي مركو النبي كشة كان نك أصاب حير نين معلمة أساس أتربي إما أنا زايد كده حسب كوك هذه مرقاسو ضد كي بأصحابته كوك بود قاسو كوك هذه نك أنا قام ضريبة هاي سه إنه حلاش شيءو مدن يهاي دينين رمي وهايو أصابه أن مرا دورك مرا لوك هذه ماشي نصيحة كلام زايد كي مود هاي أقام لام بهاي سه أقدم فيه عيرننا حددننا ونصيحية مركو حير ومركا een wuxuuri meeshan waa meel lagu cibaadeeyo aqdaartii waxas oo ma suubato si fiican buu ola hadlo mar ka hor kale wuxuuri salaad intuu duceysto wuxuuri ilaahayow aniga maxamed una qof kale macnaa una xarisan markaas isay waa shaxal xirta raxmad ilaahay dadkan u waasano maxaa labadeena u koobaysa marka ninkii uu u dhimriyay wuxuu helaysi wanaagsan macnaanan ma waxaynin dadku ku yaacay uu ka dayay urub kaadiyo aar meesha ku kaadiyo biyo ku shubo oo aayr ko jeeli aqoon dare u keenayse u kaadiya taqaad ku dhibin ugu goynina marka saad darteed qof muslim oo xaqirta jaraa mid ugu weyn way dunubkan waliga qof islaan xaqire qof islaan ha xaqire dadka islaanka qalbigaada ku weynaadeen waani midkooda wanaagsan waa khayrka kii xun aayr ko tarbiye wax u sheeg bu muta waka sidaas loo baahan marka waxa la bixaasabi imri min ashari ay xaqira akhaa qof sharciye balaayo waxa ugu filan walaalkii inuu xaqbiro kullul muslim ala al muslim haram wala sawka wala sawga bagabay muslim kala muslim kala haram buu ka yahay damu dhigiisa haraanka wacirdu cirdigiisa ba haraanka een damu dhigiisa haraanka wa maalo maalkiisa haraanka wacirdu nasabkiisa haraanka dhiga de qof muslima dhigiisa la daadiyo wax saaran ma وكي آية القرآن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قف مسلم كس أدلة جسيسة وجهنم خالدا فيها وقضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما شدر أميد ربما متكدر يا لسود بدر ساصدر تدبع عبد الله بن عباس وحيري قف مسلم أو قف مسلم كس أدلة عمد أدلة وحد توبه ليه مجر توب سورة الفرقان با إلا من تابع لي دليتاني وحل صوشل يا وحالة يريك خاص وحي آيدا سوى مكي مدان ومدينة نسخة هذه ترى نسخة كده بيسير آخر آية نزلت في القرآن وآيدا القرآن كده بيسير ده هو طوف إسلام وبريء وواحد قلب سال الأول الدلو والجريمة وين دم بالله قال كان وين وين بعد الشرك قال لهم وحكى صار دم بالله السماء مد وين وين معايا لإله النار يا عذاب عظيم يا لعنت لفقوي انت اسال اسكو دبا دراو هلكا سو ان كاسو جمهور تولاد توبت كان وليه عبد الله بن عباس عبرو هذه الامه وحبو كتغي وح توبت كان ما ولا نك قاتل قف مسلم كاس ودلي وح موسى وح توبت كان وليه ما جرو قران كان دم حالي ومن وكت معنا ذلك تمنا من بني ان انه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قف قف مسلم أدله بغير حق نفع أيد الشيء هي قصاص أدلنا هي هي فساد أرض هي فساد درت الآن تأدله فكأنما قتل ذات كورن وبسوا لا يوم قفنا كسره قفنا وبسوا كسره قف إسلام أول الدلاء وحفظ الماء وحفظ الماء وحوي وجريمة ووح إله أكتيس كوي ووح خطر الله وسقان يسوي خطر على وسقانس مع إلي حديث بابو حقف دينتي سوسع إنه كل سقان يتواضع لقى أقبلها إنه كمان سلا ديك سلام حرام قال مركو ديك دادي عريدي بقال وصح حرمس أرنتي صار حديث قال وكي النبي ولا صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم أو كما قال صلى الله صلى الله عليه وسلم الدون كورن كون كان الدون أول الرجع يقف مسلم وحقدر له الدلو الدون كورن أول الرجع عالم كان الدون أول الرجع يا أقف إلهي أكتب قف مسلم حضر له الدلو وحسالا ما قف مسلم وحضر له الدلو وحب في المهدر وقف أنا يا قولي أنتو قبضي وراء الشهادة الشهادة حجدي وسكو غرائي
تحسو ولا تحسو ها وحال يري أنس أسامة يا وحال يري ننقال إذا الله دقالما هيو أنتم كلا صوفروا توحيد كلوا مركز الله شيء مركز وحير كيف تصنع بالله لا إله إلا الله ورسيتك السماء لا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة تجادل عن صاحبها ما علمت قيامة صاحب كذا أيه أوده ليس مركز اعتماد سيدك السماء ما حاتك السماء ما علمت قيامة لا إله إلا الله صاحب كذا أيه أوده ليس هرك عسى مركز كو اعتماد حقيقة قل ما حاتك فيها وان اسكن وحير وان أرجع حي وحين تمني أبو ما أنت كور محن إسلام أما أنت إسلام ورسيد دم بقاعد إسلام وحش نين صحابي والجليل وأصحاب رسول الله يا واحد كل عاية أريهم قلبي بشوبة أولى وظاهر نجعله حساب تلاص صوفولي بعدين هذا محي كين وكنت صناعية وحشوبه إزيو إنه عبسو يالي كنت صناعية ورقف إسلام وإسلام ما كل شيء أولي قال لي ما صامر وأبي إسلام ودي جي سلا بنا يسولي دلم حاضر ملانسة والله هو خطر عظيم كيف تصنع بالله إله إلا الله وكويس سيدك صنع معلن تقيام مرك اتماده أيضاً أدوه ليس صاحبك الحقيقة قلي ووحس على الموت مركة نفط إسلام كل جوينا بغير حق وحفظ ما وجريمة وي وقفك وحق ترجلينس ووح تودي سوى الأسكو خلافه اللي تود من الله أقبله مثلا أقبله وحس على الموت مركة ولا علو ولا علياله وحس على الموت أرنتاس نفطنا أنك حكمينه وحي ظلم على سمينه أنك أرتقنه نف إسلام كل جوية وحفظ ما ضدك إسلام كل ديجي سي أمرائي سلا بنايسنا وهو قال لهم معايا لو حلو كل إنسان حاران ما قف كي بنايس هذا الدين تو إنكريبه وسانه وكبح خلاف العنوي مركا إلهي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله مالك سنة وحرام نبي وحلي صلى الله عليه وسلم ضد با إسكرم بنايا مالك إلهي بغير حق فلهم النار نار بس إن الرجال يتخاضون ضد ويسكرهم منا ويسكر حق الأيام إلهي مال كيس فلهم النار حديث معني سوسا صلى الله عليه وسلم ضد با مالك لا يسكر ضل ضل حلال يا حلال أك أبيلي نار بي ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل آية قرآن وحيلي مالك إن الحدين الباطل أكوننا حتى وحن وحن لرشحات قف با كو إيمان وحدين وكامتة إلا ولا ونحسس أديجي أديجو يرى أرجع حسن وحينا عندي بنفس الأنكو وحين يا دحاتي بس كافوش حلال ما روح مسلم مال كيس ما بنان إلا عندي بالنفسي بفكر واحد حشاد إياه إنكو قبضت إياه نك أسكافش عنده كبحه وبيقولي نعقص بأول روح مسلم مالك سما بنا إلا عندي بالنفسي بفكر إرجع خو سميسي إلا ولا كامتة جايو ما هذا روح ما وحيلي مرنا ما كامتة إلا ولا وحسي بكبك وقفك كلا وقاس سكافشون ونع نع إذا لفته نع نع على وين واحد عندي بالنفسي إنكو بحوره لا تأكل بينك أم بال بعض الكاسي سوق اللي سووا مركا وح مالك مركا وح سالن ما وحاليه من ظلم غيد الشبر من الأرض قفك تاك قدر كي ظلم الأرض كم دوقة الله من سبع أرضين تضوضا أرضه يا إلهي مالك قيام أو كولين يا ول معايا لي بالي قفك تاك مركو ملكي أنت كو أدنى تضوض أرض وإسلام ملكنا يا مركا وحكا لي تضوض أرض وأصور معي تضوض أرض أنت الله سوق الله نقول تسوي صور هاي والوف الله حنا محشر كسوق الله نقول لسه وحنا أدي قف صار ما حشك لو وفر لي حيانا وأقول ما وياه أكثر مركا وتأكله هذا ما له حكوي هذا وارت وحكى لنا عجوا وحكى لنا عايو وحنا لوك الأبيين هيو قفكو حال الربا إنه آخر كهذا ما يسوي حسابته ما كهذا ما يروحان كفكر وحنا حين نقدر عواقب زم حين نقدر والإله بريق يا محلك الهجاء إله آية قرآن حكوا أما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ما له غير مري وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وإلهي وأما من خاء وأما من طغى وإلهي ليقف في قوم الدنيا أن حلال يا حرام أن أكب آيال وحو الرب اسكعونا فإن الجحيم هي المأوى وهذا الوين هذا الفوضماء طفك اسكع قوم الدنيا أنت وحو الرب اسكع قوم وحو الرب اسكع الله وحبا أن أكب آيال حلال يا حرام أكلم آيال وحو سوا اسكوحي ووحا لو بدن يهاي ان كنترول اسكوسه انتو نولي فان الجحيم هي المأوى واما من طغى وفي قوق تكبرا ارتقى قوق وحال وحو كل ابيل وحو البو اسكالين وحو ابيل ما جرى وحا كسو اسكوحين حلال يا حرام مو وحين وان اسك حرق لي سيده واما من طغى واثر الحياه الدنيا سيد كن نولاته موغي وحان حلال با محرم ابيل نولشي الدنيا واخره كدور
maxaad ku nooshaa ma qofku waxa la yiri hadduu ilaahay xasuusisa ka tago xooluhu walaalka kale ancaam ku ilaahay yiri weeye maxaa yeelay xooluhu waxay ka fakaraa inay isku fuulfuulaan oo isku shaagagutaan way rabaan wuxuu cunana wuu raadin oo daaqay waxbuu raasan labadaasi ku kooban yihin marka adigana qof islaan ahoo ilaahay sharfay oo karaameeyey oo bilow aadan ahoo caqli iyo macnaha garasho siiyaala takaaliif waajibaad baa lagu sa haddii xilka ilaahay aad ka tagto ood iska sii dayso seed ku noolaataa bes hawshaada ay noqoto waa kuwa la yidhi ulaa'ika adallo macnaha ulaa'ika alacnaam balhum adallo waa nicmooleyda ay kaaba ka daran maxaa yeelay nicmooleydu xaddi ilaahay ugu talagalay iyo ku jirta isagoo xaddulinsaanka intuu dhaafay wuxuu gaday xaddulbahaim saas darteed uga baadi bad marka waa maaman dhaqa qofkii qooqaali wuu qooqay xalaal iyo xalaal u ximaali haddaba adduunka intaad joogtaan baa naloo sheegay qofkii adduunka intuu la joogan aan iskontaroole xalaal iyo xalaal aan u kala aaba yeele wuxuu raba iska samaysto sidii irtigii qooqana wax walba iska qallacay oo cayrinay wax walba iska samay iska xadgu iyo biyihii iska butaacay oo meel la joojinayn haddaba ogo waa lagu sheegay fa inal jaxiima yeelma hoygiisa waa naarta jaximaali kii kalena waxaa la yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbi qofkii cabsada hor istaaga hadhow maalinta qiyaama hor istaagaya muxaasabato ilaahay hor istaagaya wanahan nafsi cani lhawa naftana hawadiisa waxaloo naftiisa ka reeba fa ina aljannata yalmawa aas-aaskiisa meesha waa jannada leh wa amaa man khaafa ilaahay xasuusisaa ku taaga cabsida ilaahay baa ku taaga waa nin kontarool waa nin iska warqaba waa nin ilaahay cabsiisa ku taagan tahay ficilkiisa hadalkiisa waxoo dhan waa kontaroolay waa iska warqaba hoygiisa marka maxaa la yidhi fa ina aljannata yalmawa maalinta qiyaama waxaa la yidhi qofka isagoo say hooyadii ku dhashay walaqad ji'tumana kamaa khalaqnaakum ilaahay waa kale waad noo timaadee sidaan idiin abuuray marka ugu horreysa oo kale adoo keliga oo dhar qaba oo buuryada kugu tala waagi yaa ilaahay lagu horteenaya ilaahay wuu kula xisaabtamay wuxuu leeyay yaa fuli hebelow soo boqor kama dhiga soo macnaha qoys dhan madax kaamaana dhiga soo mas-uuliyad kumaa saara maxaad camal fashay maalintaydaan xisaabtan ku dartay maalintaydaan xisaabtan ku dartay maalinta saa ilaahay u dhiid doon oo maxaa qof kastaaba ilaahay waa la hor istaajin maalintaasaa yaa qalbigiisa ku taagan cabsida ilaahay baa ku taagan waa nin kontarool ficilkiisaa kontarool qowlkiisaa kontarool wax walba hadalkiisa wuxuu samaynayo waa kontaroolye maxaa yeelay wuxuu ka cabsanaya hor istaaga maalinta qiyaama ilaahay la hor istaajin wa amaa man khaafa maqaama rabbi qofkii cabsado ilaahay hor istaagiisa maalinta qiyaama xisaab uu la hor istaaga ka cabsado wanahan nafsi cani lhawa naftiisana waxyaalaha xunxunka a ka reebo fa ina aljannata yalmawa hoygiisa waa janno dadkii xadgudbay oo maal xalaal iyo xaaraan aan u ka aaba yeelin saasaa ilaahay aayadda ugu sheegay oo naarta jahannaba inay hoygood u tahay baa noo caddeeyey wey jaxiimo inay hoy u tahay adduunkaan joognaa aan isxisibno qofkii iska warqaba oo naftiisa ficilkiisa kontarool oo hadalka afkiisa ka soo baxay kontarool oo yidha waxaan maxalaal baa maxaraan baa iska soco waxaan ma kuu bannaan yihin kontarool iska hamiin iyo maalin iswaardeynaayo oo xasuusta ilaahay ku taagan tahay fa ina aljannata yalmawa qofku waxaa la yidhi hadduu iska warqabo dhimashadii akhwaartii awaashad u xasuusan yahay khayrkiisa wuu badanaya shirkiisana wuu yaraanaya saas darteed buu nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam udkuruu dikra haazima ladaad waxaad badisaan macaanyaalka midkii jarahaya midkii jarahaya macaanyaalka badiya sheegsheegiisa waa almowt sheegsheegiisa badiya waxaa la yidhi masiibo dhacdo waxaa ugu weyn mowt maxaa yeelay caalamkan adduunyada kaa rara caalam kalu kuu raraayaa wey camalkaadi iyo shaqadii waa go'aya waxaa ka sii daran mowtkaasi oo liilima masiibada taasa kasii weyn maayo marka sidaa darteed qofka mu'minka xasuusta aakhare waa inuu ku jirto waa inuu iska warqabo ficilkiisa qowlkiisa waa inay kontaroolin yihin hadduu faraha ka baxo haddee khatar buu ku sugaya fa inal jaxiima yalmawa aayaddaasaa u taalla wey marka waxaan isu dardaaramaynaa ilaahay inaan ka cabsanno ficilkeenna iyo qowlkeenna inuu kontaroolaado wixii aan samaynayna inaan reebo shariga muxuu ka qabaa waxaan shariga makuu banayay makaa xaaraanay xataa waxaa la yidhi qofku daradatu lmuttaqiin ma gaaray waxaan baas ku jirin uu ka tago makhaafata fiimaa fiihi ba'sun wax baas ku jirin uu ku dhaca kacarkaga saxaabi wuxuu yidhi shayga xalaashoon hubnaan ka tegi jirin xaaraanka cabsiga haddana maanta mashuubay warkaa ayuu iska badaayay waxaan shuubaa ku jiray qofku xataa xoolihiisa xaaraan iyo xalaan ku baa asalka hadee intaad xaaraanta ka yaqiisanayso waxaa la yihi shariga daahirkiisa waa banaanta laakiin marba hadday xoolihiisa xaaraan ku jirto warac waa inaad iskaga cararto oo nin xoolihiisaba xaaraan u badan tahay xaaraanta aan iska ilaalin u yahay waa inaad iskaga tagto marka sidaa darteed
أدون كان مركا إلا إسكور قبل إسكونتر فعل يقول واحد سماين إسا واحد مكو حلال با مكو بناية والدنيا واحد كتغيسا ميل غوسو جرا مجرا ور أما هيس معواد بري بعض دوان ما حد إله إلا ورتق مرك إله قيام مرك الجسور إسا ما حد ما حد أقبل حجدا قف الساعة وين تقف إسكور قبل كونتر وينو يا أدو ساعة خير كيسنا وبدنا هيا ظلم كيسنا ويران هيا مركا أدي ظلم يحد قدبك وعيد درم باكو صار إلهي وحولي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة نوحي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الظالم إلهي ظالم هو أسوي حتى إذا أخذه لم يفلده مركو غفت سيد دين مايو ظالم كهذا والأركي تطبع وحالين وحد بريا لو كادنا وحقن إلهي وحالي يري إلهي رباني ذا وحقود درير حقنك ربك إلهي حقنك يساو حقود درير إن ظالمك عقابته أن لا يسود دجن محايا لعدي عقابته لا يسود قف حلي أرى لقى قفت إيمان كبا وحنا قلنا إدراري قفر بوحد هذا اللي قدوا لي الوهلاقي وحالله ينوى تاسنا إلهي حكمة يسكم الدوري وحال روا قفك خيار إلا سي فرصة دارتا ما دارو عمل عباد الله ين عقوبة اللي قوسوا دجن ما يحل بها الولي سوايا واد واناك سنان وابال مرنت والود بلغ مركا وحاوة ظالمك وقال مربع لنسا خندو قفته لم يفلده في دين ماي مركاس نبو حيرس وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلهي قبل شيء ساسيات قريوين كمركو غفت أيضا ظالمة مركة آياتك لإلهي وحكو لأي وعنت الوجوه للحي القيوم وهذا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم مركا هذا الكاس هذا رسالة المه وهذا الوين هذا الكاس وعنت الوجوه للحي القيوم وجودي واخو الشعور الالهي حي القيوم وغضها وحاوي من حمل الظلم ظلمي مركا كاس هوي لا كن عليه هذا الكاس هذا رسالة المه وهذا الوين هذا الوين مركا كي قدم ومن يعمل قف عمل فل اعماله الصالحه وح دبا سك عبسن مال جنو ليه مرك خير الله انسي خطر بدن با نغ دنبيسو وها وي نارت جيدكن او ما اودو خطر بدن با نغ دنبيسو وها نغ دنبيه اي وحن كسغناي وح سالن ما او دارتان لوو ما تلغ لوو راخايستو وا دار الى او تدك ان كلا سو ميدك خون اي ميدك سان لوو كلا سو يا الى او تلغلي meel dad lagu abaal gudo ma aha haday abaal marin dadka ilaahay awliyadiisa iyo dadka sulaxada yaa lagu abaal marin lagu yaa lagu abaal gudila nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam khayru khalqillah gaaju calosha kula xiray waxa la leeyahay saxay u dhaxay qaswatul ahzab intaan u nimaadnay waxay dheenyaan calosha fayna waxaan dhagax gaajada kale dhibkana haysta markaas uu nabi calosha fayda laba dhagax baa ugu xiran bay aniga aday weeyo anbiyaada ilaahay dib iyo rafaad iyo waxaas ay ku soo mareen waxaas ayagoo abaal marintooda aakhara loo dibdhigay daartan wax dad ilaahay awliyadiisa iyo suluxa lagu amaaray ma istaahisho waa daar loogu tala dadka midka xun iyo midka saalu kala sooco haday qiimo leedahay gaal koobi laga waraabiyo gaal ilaahay cadawgiisa yaa waxa aartay buraaqo salaam ku nool waxa aartay loo bulaanaya daliil waxay ku deedanaa adis inay qiimo lahayn meel ilaahay awliyadiisa lagu amaalbo inay u suuban wax macnaheedani oo liidan inay tahay oo qiimo aan lahayn marka saa darteed wixii daniyo adahay oo liidana oo ilaahay agtiisa qiimo aan kala ahayn inay aakharadii naseejiso oo nolosha daaimka ah naga fasaadiso oo na xalaal iyo xaraal u kala aba yeelin waxa weey waa khatar caadi waa khatar caadi marka walaalayaal wax saalan ma wax weyn baa naga dambeey khatar baan ugu soo jahan waxa weey waxaan ogaahay haddii ogaan lahayd bu nabi sallallahu alayhi wa sallam oo intina way badan lahayd oo intina way badan lahayd وعمانا قصر كنا ويران لها هوين كي يفراش كما أسوأ وحيسين مركز ساعة درتين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي رسو عبادة أوتنا قمدي بربرين مركز عائشة وحي تري النبي الله دم بقادة كي هرج ومدن بابا إلهي وارلاف محاد السنة بيساء وحانا دي بسكو وحانا نبي وحي رسو صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أدي إلهي إن حريسة ويدا بدا بدا في مقام في درجة إلهي قرسي إن اندادال السمايو العبادة اللي يكيني من أصحاب الكنيسة نبي محمد صلى الله عليه وسلم هل فدي من تطبعات أنت يعني هو استغفار ساوي
نبي محمد إلهي خير وخير الله وإلهي أنتو خلقك كي أوفض البناء يا عبسياس إلهي التاجن أمين إمانا سلاء التاجن قمديس بربرين دبايل هنضي صاقع بشو وإرجع الجرالي محالنا الله قد مرك الرب يضروري أوقات وحن ضروري الرب يوئك مرك أرض وإرجع حسادتكم ويفرع واسع ومحانك أغسي قوم عادن فلما رو عارض المستقبل أوديتي وحيدين وهذا عارض مدرنا ورمنا مدرنا بل هو مستعجلت وحد الدكستين وإن تين قندن ور كما مياه مركا نينك مؤمنك إلهي مكركيس كما آمن نقضه مروا الباب مركو حيو وارجع حجر عرك مركا مركا غرح ذي مدوباته سلادو أرجع حجري مركا قفكم مؤمنك مروا الباب إلهي عسيسيسا إن كنت من خاف أدلج ومن أدلج بلغل منزل قفك معنا عبصد وقورا قفك قورانا بلغل منزل ألا إن سلعة الله هي الجنة جنة إلهي رقيس من قال يوي وحف ربضان بيربتا شقي ربتا ددال بيربتا مركا بارك الله فيكم وعانين دردار النفطي نفطين ودردار معي إن أن استقام الله النمان حسوس إلى قلبك إن كويناته إن أن هدي وظلمك آخر الله إن أسكيل أن وعدي صورنا بين أن كوحينه الضوء النماذي يتكاليفتي يوحي إلهي إن الله إن قدنه سداسا نفطي نفطي ودردار ما إن شاء الله موضوع عمدان وافق سنة وقت قلونا آهان وضعي كان إنتاسا مكسوكم بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.